جورج، يعني أتمنى في آخر المعطيات المعلومة التي وردتني قبل قليل أن أحد العسكريين وهو ضابط الملازم، أن خبر استشهاده غير مؤكد حتى هذه اللحظة. نتمنى أن تكون هذه المعلومة بداية صحيحة. بالانتقال إلى يعني تفاصيل ما جرى جورج، فأن الانتحاري كان يستقل سيارة تشيروكي سوداء اللون وليس أمال المرسيدس. الأمال المرسيدس كانت خلف سيارة الانتحاري عند نقطة التفتيش للجيش اللبناني عند مدخل الهرمل. أمر الملازم المسؤول عن نقطة التفتيش يعني لدى اشتباهه بسيارة التشيروكي بتوقفها على اليمين، وعندما قام أحد العسكريين بتفتيش هذه السيارة قام الانتحاري على الفور بتفجير نفسه. وجهت السيارة من المؤكد أنها كانت يعني على من داخل مدينة الهرمل وليس حاجز الجيش اللبناني، وتفجيرها جاء بعد الاشتباه به. هناك يعني عدد من الجرحى في صفوف العسكريين الذين كانوا متواجدين عند نقطة التفتيش هذه، نقلوا إلى مستشفى العاصي. هم المجندة حسين علي جعفر، العريف إليش حادي رزق، المجند عماد أبو زيد، وأيضا مدنيان ممن كانوا في السيارات عند التفتيش هذا هم خضر أبو بكر وريتا أبو بكر، وهما مدنيان. هناك جورج يعني أكثر من 6 إلى 7 سيارات احترقت بالكامل عند هذه نقطة التفتيش هذا جراء يعني كانت تنتظر المرور عند حاجز الجيش عند مدخل الهرمل. الصليب الأحمر والجيش يعني الصليب الأحمر نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة. أود أن ألفت أيضا إلى أن الجيش اللبناني اتخذ تدابير احترازية في المنطقة، قطع الطريق الرئيس في مدينة الهرمل، عزز انتشاره في البساتين المجاورة تخوفا لوجود يعني أشخاص آخرين مرتبطين بمنفذ العملية هذه ينوون القيام بأي عمل أمني. أيضا نعم جورج. نعم تفضل رامز تفضل. إذا يعني هذه بالنسبة إلى بلدية الهرمل طلبت من يعني المواطنين عدم التجمهر في المكان، اولا تسهيلا لعمل الصليب الاحمر والدفاع المدني لنقل الجرحى من المكان واسعاف الجرحى من العسكريين ومن المدنيين، وبالتالي هم يعيقون عمل الصليب الاحمر وبالتالي هم ليس لهم عمل داخل مكان هذا الانفجار. وايضا السبب الثاني هو امني، تخوفا من وجود ربما انتحاري اخر او اي من المرتبطين بهذا الانتحاري الذين ينوون قيام بعمليه ربما متزامنه، لذلك هي تطلب من الجميع عدم التجمهر في مكان الانفجار. ألف جورج أيضا إلى مسألة إلى أن هذا الانفجار هو الثالث يعني في أقل من شهرين في مدينة الهرمل. بالنسبة أيضا إلى مستشفيات المنطقة تلقت يعني من وزير الصحة وإلى لفتح أبوابها وإسعاف جميع المرضى الجرحى فورا. نعم. فورا. إذا جورج هي الصورة حتى في نعم على كل